أخبار نادي الزمالك وبرضه بعض الأسماء اللي ممكن مستر فيريرا من المحادثات والتفكير على المستوى الفني مين يعود من الإعارة في الموسم القادم. نبدأ مع طلب البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة عودة حمدي علاء لاعب الفريق المعار لصفوف نادي سموحة، وكان في حرص من أمير مرتضى منصور على التواصل مع اللاعب وإبلاغه بعودته مرة تانية للفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته من نهاية الموسم الحالي. جه تفكير فيريرا في عودة حمدي علاء في ظل السياسة اللي بيتبعها الجهاز الفني بيمنح اللعيبة الشباب الفرصة والمشاركة في المباريات بعد الظهور المميز للرباعي سيف فاروق جعفر سيد نيمار يوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد ومستوى جيد في مباراة القمة. خلصنا اخبار الاهلي والزمالك، ننتقل لاخبار الانديه الاخرى وابرز ما جاء في اخبار الانديه الاخرى في مدار ال 24 ساعه الماضيه. طبعا نادي طلائع الجيش اللي يعني بيفقد اثنين من نجومه في الموسم القادم، الاثنين لعيبه دوليين سواء محمد بسام اللي يعني حسم انتقاله بشكل كبير جدا الى فريق البنك الاهلي، وايضا مهند لاشين اللي يعني خلاص ايضا حسم وحط الرتوش الاخير على انتقاله للفيوتشر. فبالتالي بدا نادي البنك الاهلي او نادي طلائع الجيش يعني ان هو يستعد ان هو يدعم صفوفه في الموسم المقبل. بلغ عمر رضوان رسميا بانتهاء عرضه للنادي الاسماعيلي وهيعود ل الفريق في الموسم الجديد، بالإضافة أن هم بدأوا يعملوا صفقات بناء على اللعيبة اللي بتتألق في دوري القسم الثاني واللي انتهت المسابقات الرسمية بالنسبة لهم. يعني تعاقدوا مع لاعب اسمه جلال الشرقاوي ده مهاجم نادي العبدة منهور، التعاقد لمدة 5 مواسم، وأيضا تعاقدوا مع إسلام عادل كانوا لاعب بتروجيت في صفقة انتقال حر. وكمان نادي طلائع الجيش بيحط الرتوش النهائية على استعارة واحد من نجوم ام بي في هذا الموسم محمد شريف حتحوت عشان يستعدوا بقوة للموسم الجديد اللي أكيد نادي طلائع الجيش هيكون عنده دوافع كتيرة أن هو يظهر بشكل جيد في المسابقة في الموسم المقبل. مشاهدينا خلصت كده.